الله العيد الدجال كاس وأركت إن سمالا يغير لاس عانض أي قارين الجرني أي الجرني من ميشيل الجرا قف كاس وأركت وحلو جود هاللين وحهين ورنبض أنقض النولان هو بان هاي بيالا لوكي دولة دولة كبح هذي ضد سن يقان وضد سلطان ضع كواوين وفع لا بس سلطان وفع وين لوكا له بعجوجا مرك هرت مر هدوية الدجال الدجال طلع وضع هذا حبة الجوجين كر وحمل أنا مرك هرب باللودين سمعنا قصو طلق شيء قبيل كيساق وحمانا واحد ساق وقبيل البدني وضد شرف له ولا قرنه وضد سلطان ذي أقول يا كتير إن وأركي سي إن قريب كم إذا أي لهاين هل مد بولي بكلي ما هل قبيل ما هل ما دور قبائل هذا دفك ومقع تاجن لكن حرير مسافة إنت طالق قف مقدس الجوجا ما قرن كر أنا لا سعانا وح وكرادنا إنه أما ربشت كريدو أما ولبعت قصمي مقدس على جهورنا يا نقالها مقدس على جد جرا هو كمقدس على جد يا عدين أهي سانا هو يو عيدا يو تاسع ندب كوي دينا هي هذيك جورجا قبلنا كم صوهر وجدها كوجي سوى سكة دفاع إسا أعتقد بلانك هتاجن تهطى بنا كل مطر دالمة إلى أنا وصور هدا جدها صوق شو كل مطر دالمة قفك الصومالي ده وأم إن مقع الصومالي هذا شكل أنا غير لس عن أنت أصمين أنا حام سنة قفك سنة أصدق أرجع تقصية سيدة هدا قط صومالي ومذا فعل هو قراعة ومام هو قراعة ما هذي كرتين من الدهرات قفك بلانك هو قصة مركع قبصته وقصبته وحويه وصمين كروين المتهرب راح بسطور يعني السلام يا مركل هرت عدين كيو كي أصحاب كلام في صندوق شلو حملينا دور يا سديتن لحدن قف هل من الوجود الدوي وتقال كي هبين هركاش عم أروح نمدي شلين يعني مركل حب على وريك وبدنا شلو بقى حقيقة تقال كان هذا دور يلا بعتن عشان ما تأفري يلا بعتن يوم مريم مركل لحدي بشي هو بلاودي سوق مدافع ولين سيدي سؤالا هرينا تحاول سعد من ظهر عضي ربشده ما هنك استيقف كل منايين مركضت كماش كل انتي إلا ما نتو بلاودي هاي لحية تبنك بشي لحية تبنك بشي لبي تبنات أو للدلي إن هتراول للدلي إلا يهدي ولي سؤالا مرة دقال بوها مرنا ربشدو أها لكن دادكو انت وقت المنية وي لور مرة سومالي لانو حيكو باقضي حبة جوجين مرة قنقلين محاية هاي سببت مرة قنقلين ويس ان حبة جوج ستو حل سيكلا اللوغل هورت مرة هدوية دقال دقال تلا وضخ اللي حبة جوجين كر وحوما انا مركو هرو غب اللاودين سومالي وقصو طلق شي وقصو هب قاعدتي مدي ميش هب كسو دوريسي ويكود طلق شي مركا dadka la saaran maamul balugu leenahay hadii rabshada ka dhashaan marka waqtiga doonta baan noqotay wadada oo rabsho ee taqaana in dad magaalada isku daydo inay ka soo horjeesato amarka markaas madaxweynaha dalka fadhi qasabmaha inuu musabbiix yahay in la dagaalo waa wax qorsheysnaa ciidanka hadda aan arkayn awoodiisa ee la saaranu aageeda Soomaaliland ku soo diyaarsatay inuu 10 sano ku diyaarinayso هلا صباح يا كمتة مركا ما دخل قليل إني دخل قشادة دلو ما بلق كيرن هو نوع عصا هدي الأمسية يعني لسعة كمتة سومال لأنه لخبر إن سي دقنا دول سي شو قال قتلي هدي له هرت إيه تو هم كل إسك صح مرنا بسومال لأن كامل من قل سعانو مرنا كمتة ما هين أسكر بحيو كشوكت أو سومال لأن أيضا ها أسكر سومال لأن حيو كشوكت marka anaga hada Soomaali baanahay bini aadan kan sidiisa intee xuquuq lagu joogi kara ilaa intee hata hadaa qiyaasno 30 sano hadii la yiraahdo meel Falastiin baa yuhuud ku haysan lahayd xuquuq marka marnaba raali ahaansho dadka raali ahaansho deegaanka raali ahaansho ciqaasha kuma joogi marka laakiin mar hadii dagaal la yimid oo ciidan la keenay oo la isku fahmi waayay intii la layn lahaa dadka dadka qashoodi iyo wax garadkoodi iyo dadka aan filin inay qof ka dhinto waxay door bidan siyaasad kasta ay aaminsan yihiin rabitaan la ayna rabin inay banaanka uga baxaan deegaanada oo ay dhiiga badbaadiyaan dadkooda aan lagu kor dagaalan
ما هن مرة رال أهانش لكن واحد مرة قال ليه ده هاي رال أهانش كم جوين حيو كده لابد كل يتطبع دي الصومالي لان دي جنة ده صوب الشيء أو أي مرة قاب سطعي نظام كده كجري عيلا كده جوجي شرعي كده إيه وحلو كلا بحاجي نظام كصومالي لان أدقن لاس عانو إيه رمان قبل كصول أهنا وإيه جان سنين وربشد مسوعين ده قال مسوعين حيو قال له هاي سنكر محيطة رابطان كم يجون عيدان كأب ما أنت أركيسه عالم كان أركاي وسقط رضا بدن أيا دول صارنا ودول هو جناي مركضت كي دت كان أهلي لها وعدكوا ديها وحي لهذا هتان دينه دت كانوا على اللينية صار سقاطين وحن أمرنا قف ديدا إيك شعب دت كشعب كيسا أما دت كدرس كلا أما دت كمعرفت ولد جينها وجيسي نمو وحلقاني اللوقة طفلي نمو إن وحقرت كان سياسيين تين عقاش يعني وضك كسو تليني سي أب كأب إني ديغانا ذا كبحين أو كقاب صدين أو أما قرب جوغس كان نقضين أما ديغانا ذا كلا صومالي سكت ديغين وحلقاني اللوقة طفلي نمو لكن بالعكس قفك إيقا قفك إلالي وجيسي أو تناسلة محي سمي سمركة لابدك نيشنت إلا يهد سومالنا واقف سطي دتكي وحقرت كاو أبنيين ما حاس بالدليل ما هو البقفة اللي منا أيوة ما شهيس يا دلائل أيها الغرها بقفة مركا ما يمر ما شهيس طبعا وكتلي وعيدا له وأنا بتسجل له وعيدا أري يقولي هذا عمل أنا يا وقصة كي مادة إنجليز كوسا صابرة و سمعنا نشوفه مهرجيس كي بتشوفه ويلي هذا صابرة إنجليز صابرة سردونه جوجا مسؤولية أي قصار أنت هاي محي وين وين سرقيلة يجوا وين شيئين أو ملحوينا هالك جوجاها الله اللي معنا وح يريدت كا وح الله وأرجع حسه ده ظاهرا أنت كلنا وتكون الجوجنا محي سياسيين تأي كجدد سين إس إس إن سومال لأن دتك الله ينزل محي تاي سبب إيه ده هاي ستة دتك ما مشى أما حوج أما حيلة با ده الله هاي استوى النظام كذا يقع أنت لو هاي يوم محي كين كر إن هدنا الله يوم هذا أرجع حسه دتك دلي سومنا الأرق با قفل حرام أرق أنا قلت ديجان كان هاي حوقال عن هاي وأجن هاي عد الله صو حرام مشفته أما أرجع حسه هذا مو حضانه هكو شيء كان سومال لأن أرجع حسه وتقانه هرت عد قصته وفكر كود أن أمسني أي أتقانه ما أنت أقول دم سوق دومي هو دي برلمانك أي حكوا شيء لا إنه يعرق كحسه مركه عد كستقوي قانان ضد كل الدلي عد شيء الله صحري مشرت ساسا كنتو جنودك شعبك رأيك ما لحد سوى مالي لأن وزير كريمها جودها إيه ما لحوينها بقى سيقود وحلو يرد قال كلاس عانا وحكه رينا يا جدال كريحية وعيدا مقدشة لقى كأنه يحو جودة بنت لنا كي مع ذي أنت أبل وحكده خرطة مقدسة هذه وفقتها يعني قبلك حرير أنا وأنا أجهي وخرج أجري إيمت هذا الجرو ومقدسة إلى سعر سك حرا خرطة بجرو وهذا الصومالية وهذا سك السودان ولا السمرة ولا سلب دجاج لكن حرير مسافة إنت على إيد قف مقدسة جو جم قرن كر أنا لس عنا وح وكرادينا إنه أما ربشت كريدو أما ولبعت قصمي مقدسة على جهورنا يا نقالها مقدسة على جد جرا هو كمقدسة على جيبيه عدين آهيسان وهو بيعيدا إيوه مقدسة على قدر إجراء وقال لكن أنا أقول حقوق قال عنها ودك ينشوك نبعتها ده ما أنت العادي اللي مشري بقولك كل الأفتة أنا مشال يدرد يمانت إيه محساب صان أنت كوريس بقولك كل الأفتة يعني ضد بقول كل الأفتة ما أنت أنا هدي أي هيستان أود أنت اللي أقولهم مقدسة هو أنت اللي يقولي بلا سعانا لكي ما بدي أنت ما تقول استدفاع لهاي وكاك دور وحاجرت سومالي لان اي كدو دي سو سومالي قميستي مركو كالقيبيي تليانينا كونفورت او يميد انجريس كان وقوي او تغي بود كي اما حد كي لسمي انجريس كا وقوي قميستي اي لاس عان اي سول اي كجرتا اركتي دا دور دا سيدا او ديغلاي انجريس كورت ماشا مركو يميد قميستي او يميد وكو هشين ايو تليانينا دات كان اي كالقيبيان قبالة كونفورتان داد بالد ديغال ماي أول يقانا وضد قرن تاريخ قاري لي وقوي جنا ضد بلد جالميو وتاريخ قرن أو قار ولا قرنين لاس عنا مرة كم من نقوم يعني وحي الأورنجري محمد سومال الآن وايو أيوة الدجال ما يو والله الدجال ما إنجليز كإنجليز كساقو بح مركا سيداي مركا سنمين نقوم وما نو أقولان رالنا لقى كمين نقوم إن إنجليز قميستو
مركي دمبنا وجعند قميسي بكتشوجا مرنا رال أهان شو كتشوجا سيدو قبل هذا قار لو رال أهان مرنا دجال أم بيكون بحان سيدو لو هذا قال بيشيس كلا مركز أنا قريب كم كم وهم قبل كيدت كيسو أو ما يفهمين ربيتان الآن أو ربحان مركي دمبنا لرد مرنا بكلام مرنا قصومالي سومالي لان مركز وحل أوران كرو حباين شاحي الإنجليز قميس ويمين وكدل وكويم وحلال وحضور وكوتشي حي وحكستو صميمين قاعدنا هنا الله أن حريست على خليب قلير أو ريزر مركز سومالي كسر النقضي هذانا سياسيين تأجو مركز عاد كم يتأها ليجا ندى إس إس سي تاريخ دو واحد شيك تا هشيس قبائل لدى قبل لدى هدقا هرجيسة كوب أحمري أو أهاي إن سومالي لان أي قوضو كدب دولة دي أحمر كي بيشة كب حدي قايد كأهاي مين الحلقة سياسيين تجوغ إذن متلي وحنا وا وح بنان كالجيرو كتر كتانا وحنا وا وح دوبا او قرن هشيسة هشيس يدي سومالان كان عي قيبتا وي قلبان وحي كل ايو كهشي الاحدودي وقرين وحي دكا لوكاس سومالا لسكو اورنج لي كهشيين وا وح برقا قرن او مرقاتياشي ديابا نول او قاركود بابا لغي سينمان لود كور بحنا مرنبا مرنبا لومهشين in dalka Soomaaliya laga go'o laakin qabaailada halka ay degan oo dad ehela dad wada dhashay dad wada deegaanka daris ku ah dadka Ilaahay uu kala dajiyay nin walba deegaan buu sii nin walba deegaankaaga in aan dhicin madam dawladda Soomaaliya xilliga la wada hadlo xilliga dawladda Soomaaliya gacanta ka baxday waxa lagu wada hadlayna waxa ay ahayd war nabad aan ku wada noolaan hubaan biyaala dhulki dawladdu way ka baxday dad isla yaqaan oo saldanada waaweyn oo fac laba saldanno faa weyna dhul kale ba jooga marka niimi ahay in labada miiska inta la isugu yimaado la yiraahdo aan kala badbaadno marka hada kale aan kala badbaadno ma noqon karto heshiis aan kula galay maxay tahay halka maxay tahay qabaailo fara badan ee degan Soomaaliland sa u taqaan dhulka wuqooyi waa la wada degan marka maxay tahay wuqooyi qabaailadii kale oo degan oo harti wuqooyi iyo reer Buurama أوله أنا كمان قريب قلي حتى هل قبيل كلي واحد كوكب مر والبي يقولي ما يواصح ما يواصح هذا ما هو ما نصحه عيال بيو إكانيسا واحد قرن أول أجي التاريخ أول فني وعلى خلف الله من حتى أدب وقد ضوضي أدب وقد ضوضي أدب وقد ضوضي حتى مرك الدم اسكت دي بل أنت قلتني لي هذا وهذا أم بلون أنا وري قوي أنت هالشين أنا كون في أتقن أنا وحكو هالشينه ميسك أنا وحوض صارن مركو وكورة قد جدودي هيد وحلان وضع صحيح marka hada wax taariikh lama dhiman macal khalif waa inta la wanaagsan laakin ma dhimanin ragii goob joog ah dad badan baa jira in taariikh si fiican u hayo anagu waahna waxa ka rabaa xiliban Zahra dagaalka dhowr 20 maalmood oo socda dhimashada sida hadda sheegtay maalmahan shalay iyo darad imaanta marka laga bixinay boqor ay kor u sii dhaafaysa waxa dagaalamayna waa maamul Soomaaliland iyagu dowlad bay isku sheegeen oo 30 sano ku dhawaad dhisan oo hubkooda iyo nidaamkooda iyo sharciyadooda leh iyo dad deegaanka oo ka soo horjeeda nidaamkaas marka halka ma wuxuu ku jiraa in Soomaaliland sida dadka u layso laascaano dadku ay laadaan isbitaalada la duqeyo dhaawacyada xambar loo soo qaado magaaladiisa u barakacdo halka ma taas buu ku jiraa hadii ay Soomaaliland ku faaneyso صدقني إيه لور سنة تشرني هو بدن بان إيب سنة ودم بدن بهو بنا وديقي هو بان قدرنا وإنسان هاي هذا يكوف عنه صدق كنا وندقينه ويود كرتا دقينته لكن تبقى ليش جوا قاع ما بروركم وطن وهذا يقول جود جوا وهذا عيد جود وهي لنا يسوع وهذا ديجان كوهي لنا وهذا تقول كان يقان مركا ومالين ما أنت استو استجهنا الله إني ليه هنا أفضيان adinka siyaasiyiinta dadka deegaanka matalay ee wax garadki ahaa xilibanada adiga aad qayb ka ahayd xal maxaad u aragtaa xal waxaan aragnay inaan cadaadi saarnay ee dawladda Soomaaliya iyo beesh caalamka iyo ummada Soomaaliyeed aanu ka marqaati gelino in dagaalkan uu xal dhalin xal ma dhalayo deegaankan dadkiisa baa jooga ismadiisa baa jooga talay qaateen talada ay qaateen waa khasab dadka deegaanka in lagu dhaqo mahma kaana wax kasta oo dhaca marka barasha ka saareena anaga waxay ahayd in ciidanka uu halkan u yaalo soo dhoobay inuu kala baxo uma baahna in uu tu madaafiic qaato u meel diin
ان افرت كونه مغادر اسعان يو يو غوبل كودن غوبل كسول الا تكر ان هوبيال يو هو وين لو ملدي ان اسغا داديو او انت سقف دمتو انت سقف قحدو واخ معنى اسغ ما سمينس لكن وحي عقودك iyo dhibaato ku beereysa dadkii sodon iyo dhowr kasan meesha wada degana oo ku taamin in nabad lagu wada noolaa ayaas hadana waxa bilaabanaysa sodon sano oo diihal kala ah iyo is iyo magaalada dhulka ila saan way dhintay magaalada dhulka in la soo garaacay in la dhiso magaalada laftigeeda waqti qaadanaysa marka waxaan hadda uqdad ma la dhameyn karo dad deegaan meel degan ma la dhameyn karo waxaan uqdad iyo dhibaato ahayn meeshaas kama dhaxlay inaan bixiyo maamulka Soomaaliland laftiisa waa kala qaybsan yahay oo xilibaano iyo shalay kulan ay yeesheen guddi aan loo saaray xiliban maxamed abiib oo qayb ka ah golaha wakiiladana isaga guddiisa waxa la yiri waa la ganaaxay oo arinta qadiyadaas laascaano ayuu si gooni u soo hadal qaaday gudoomiyaha golaha qaybka ahaa oo yiri laascaano wax ka socda waa gumaad waa isirnaceyb madaxweyne muuse biixiyaana wada haddii duqayntaas uusan joojinina si kale wax u dhici doonaan haddii maamulka Soomaaliland gudoomiyihii golaha wakiilada u dhinaca istaagay madaxweynaha muuse biix dhinaca istaagay dagaalka ma waxaa loo dhigayaa sidii 20 maalmood uu ku soo socday oo ah Soomaaliland iyo laascaano dadkeedu u dhaxeeyaa mise qaabka la loo dhigayo dagaalku bilow la dhamaad horta wuxuu u dhaxeeyaa laascaano iyo dadkeedu laakiin way dhici kartaa in dad kale oo deegaanka ah ay soo geli karaan qabiilka Isaaq Xumaana waa hadle Isaaq waa qabiil badan yahay waa dad sharaf leh oo la garanayo waa dad saldanadii ugu horeeyay ayaa ku jira waa arkaysay in qayb kamid ay lahaayeen hal mid waliba kaliya ma hal qabiil ma laba ma dhowr qabaailada dadka ugu magaca taagan ayaa habeen iimaan wax la soo taagay bari baan ka nahay kulama jirno kuma raacsanin dagaalku inuu joojiyaa marka waa isii qaar waa tii la kala qaybiyey oo ismadii laftirkoodii inta qayb u yeertay reerkii isma ma aha waliba niman mobeelaha kasoo qabsaday oo reerkii kale ee hadlay ee saldanadii facaweynada intaas soo jirtay qaybta asaga matalaysa codkooda kulli aniga ma maqlo inay yidhaahdaan iyo dhiig baad gacmaha kula jirta dhiiggaasna mid mida dharaaya maaha ma maqal reer buure mee waad arkaysa iska bari yeelay suldaankoodii kuwan hadda aad ka hadlaysa baarlamaanka Soomaaliland ninka maalin walba hadlaya oo sheegaya xaqa ku adimaya oo iska bari yeelaya waan reer buure maaha aw xilibaanadii kale sabab maxaa leh maxay u arki laayihiin yacni waalida taala waqooyi galbeed guddoomiyihii baarlamaanka ayaa waxa lay arkay xisaabta marka maxaa loola yaabaya dadka reer laascaano hadii la arkay xisaabtiin oo la laayay haddii guddoomiyihii marka horeba dadka mataqaana matalay oo gobolkan matalay oo gobolkan u dhashay leey arkay xisaabta hata inuu cid kasta inkastoo marka horeba ismada ku sheego madax meel ka sareeso la salaaxay ma jirto ismadi baa la arkay xisaabtiin haddana hadii maamulkood waa ismada maamulkood kaba qayb ma ahayn ismadu waxay ismadu u yihiin deegaankan gobolkan u yihiin waa reer khaatumo waa reer waa niman reer maaragtay ah laascaanooda gobolka sool ah buuhooda laakiin sanaag laakiin waxaan lahayn waa cadownimadii soo jireenka ahayd oo ismada maadaama aan qayb ka Soomaaliland ku diiday laakiin nimanka asaga Soomaaliland la la joog haduu hadii la leeyahay arag gaxiso wax dhiman waa sugeynaa wax ka weyn anigu hadda mahayn waa sugeynaa waa SSC Soomaaliland naga baxdo gaar ahaan Sool wuxuu yiri Soomaaliland naga baxaan ma haddii ay dhacdo in ciidanka Soomaaliland dib ay u gurtaan Muuse Biixi hadal ogolaado SSC hadal waxaan ku ogolaan karnaa yiraahdeen horta banaanka noola saaro ciidanka jooga haddii ay baxaan ma nidaamkii maamulka khaatuma jiri doonaa ma Puntland ay raaci doonaan say wax noqon doonaan horta Puntland mar hore meesha gacanteeda ka baxay 2005 hadda ma ahayn 2007
مرة مرة لوكاسين ولبطلان القرين أديكوا عقل على هذا وقياسي صار ما مر خاتم اللي يري هذا كان سنة كشرة اسمه ذي شو ما حس ما المامل صدقني صدق إحنا نوقيشين صدقني صدق حس نبلو جورع أيه مثلا بطلان ما نتو دجال قبله إلا هذا وزير ذي مثلا كحك بطلان حسوس سريع ورقضة دجال كس قريب كمني كل ما تشوفنا متقانا بطلان عمتي ذو كبح قبل كان وكبح ديار مني تتكديان كهاي سحليان الحين بطلة سيد عبد الهادي والدي سينس هاي سحليان تتكديان هاك اي سؤال كلا بيش كلنا وحنا ضد بصعود مركب من قرن كر هاك علي خليف قال لي الله ونحرس وحن اوصل هذا القاده انه وحا وهددك ادك او اولى لين جري نظام كان مامول كان خاتم هذا مركب اللي يري هذا اس سي لفتين السياسيين تين اي كصاد اديك حلبان فدرال اتاي ولا طلي لا وحا لي يراها يي قودو اسمه اوغلا حلق علي وتاجنا خاتمه ينظام كإمام الكا جرب لما سينين وعلى جيفتي هذا مركي رير إس إس سي للاي لاس عنا دول كلا دقي هيا ما دخل كرلا سوق هذا بروح كده كل سياسيين تقبل كأوتشي ده صمر سياسيين تو وكل عرف دوران كران وحل سكوه يستان وصومالي جديد قلت حين دام صومالي ينكو شرنا ما كان يكون فكرة دي سمينا حين نقوم كرتا هرقيسا أن كم من نقونا يا من نوحو ليه كرا قروان كم من نقوم كرا من حمر من جبلان واحد يبقى تعمل جيس حتى حد حين دام كصومالي اللي قبح وقارة دي سمن وكيل الآد يتوبي دي صومالي ويبود جوغان وحكمان وولي فهير إسي سي قيب كم ذا دي وزيفي كل هذا لبدا ما لبدا ديغان وقيبنا كينيا كتسان تهدو يتن كمال مالكتي توبي وعادة كصومالية الصومالية جو إني قبل كستة سياسة دين تهدي إسفهمان حلنا كقبان كران ديوان كاسن كمين دقون كران وانا ودي كلياني أمي جو قنو كلا قيب سلام تاس دي وصومالي قديه دي وحما عناه وين يسمين يسمين يشرتو سياسة الصومالي أنا كمين دقونين أمي كمين دقونين بدنا وحلي أرأي أهيد آراء لسكو قبتي حبدي كمان دي كمان داغن ولا قاعد من السومنا صدرك تمرك الدم بقى ده تحسن والله ما هني يعني يقول يو كقعة هو تنازل سياسيين تقولي هنا سمس يا لكن سياسيين تحل جا أنا نس جرب سنين أنا أسكت تنازلين علي خليفة خاطب قوات كا جرب لجوسين ويا قيمنا إن عادي قيمنا إن عن سوء عادي هذا شلاي جوان مين أنا هاي وخلاص يا با نعود كيم أنا ودك سياسيين بس كميت ما هين لكن هذان كميت هان لها وحن تا موقف كمان تا انتاجنها استاجنها ما نتا موقف مثلا تهي كله وأد ضد أهل يديان أه أتكمل نقط وأد وأرك يسني صحتة وأتلك الجوكت أتكش قيسه وحن في ودي بعمله لكن ديان كذا مركل تبتو ليك بحيو إن كسي من أهاتا خطر. وياك واسو قبل قبينا يا حلمانا الفدرال كأت كم التهاي كلفت لي أنت والسعودي موشينا لك هنا لاس عنود كو أدن قدي وصار قدون كبارلا ما كشق أدن حقو كدن بيه هولها عد قبتين نم حاسة كم ده. مركو لس قدي لصاري مش قين سبب إسقاف الحدود أحتقال كعصبة مجهي سنين وحلقة بحلمانا ذو كل أركتي ونادين أعرف دونا شو حكاية تقدقي إنه فريسون واي وشقين واي مركب حان كدهمي حدنا إنا الموشين كلا كانوا موشين كي الدنب حلي لو بوها ونفقين وكده ولا موشين كهرا وقح اللي بانا صحيح بدنا ودهمينا معلم كريم مركب موشين كهر الدنب واه شقي حالة دلاس عانونا بهرمان كبديسة اللوغة أخري wax badan wuxuu ka taray in meelo badan oo ma taqaan ama beesha caalamka ka noqoto ama han noqoto dadka deegaanka metela ee maqan qulbi joogta ama kuwa dhigay xabada ku socota gudaha jooga han noqoto in codkooda noqono u hadalno meel walba u galno dhimirkooda iyo dareenkooda waa taqof codkiisa marka tahay asiga hadli karin waa in adiga codkaaga meel gaarsiin kartid xilliban saar marka leedahay codkooda noqonay dadka dhiga ku socday dad qurbaha joogay ma waxaan u dhigeyna arreelaas aanu xabada ku socota ee soo dhiiba dhaqaalaha hub hal lagado iska celiya Soomaaliya ma sidaas ba een dhorso dagaal lama horiyo laakiin kan waa dagaal socda weey dagaalka maanta la saana ka jira qof deegaanka u dhisha qurbo jooga iska daa mid deegaanka u dhashay iska daa
قف كسته او سومالي اه ميشو دونا كنولاد او دغال كلاس عاند آن او اركن انو دلمي وان كقهب قادن اما انو نهيو دغال يعني انا داد كلا دحك سوحوا قهب انو نهيسي تبرت او غيروا انو تري هذي هالي دوجي ليك انو حب ايو حب كنت تاقرفتد انو تقهالسي سيد يا انو انتا تكتو او لحفريستو او لحيو كل امتو قفك السوماليغا او ام ان مغا سوماليا شيكت ان ريلاس عام انت اسمين انا وحا امسنا قفك سنو اسغا ارغي قرسيه سيده حتى دد سومالي او مدافع لو غراعا او مامو و هو غراعا ما هدي كرتين من مدهرات قفك بنيادك هو وحا او سو ماركا قبسطو او قصبتو وحا او يرو سمين كرو ان مدهرات او دخ كو سوتور اد قريا سيده تا قريغي او سوتورت وا ايديش markii qorigii dagaal si batay ee mudaharaadka oo ismiid meesha tageen yiraahdeen dadkeena isaan u dhimanay waa galayna wala dhimanayna oo ismiid tageen fariisteen oo aan la qaateen oo madaxii loogu jawaab dhiga intaa laga dulmiga intaa laga magaalada la saaray gobolka Soolka jira qofka Soomaaliga aan ka qayb qaadanaynin oo inta qayb aan sheekaga qayb qaadanaynin inuu diido inuu uurka ka naco inuu hub geeyo inuu ka qayb qaato inuu lacag siiyo inu dhaawac ceeda dhayo in meedkeeda aaso qofkan inta uga qayb hub uma baahna intaas qofka uga qayb qaadanayn waa argagixis waxa noqon kara qofka Soomaaliga ee aan inta ku tiri karin hatta aan uurka ka nici karin waxaan maanta Alshabaab aragtay wax dhibaatooyinka ay ku hayso gobolada dhexe qofka Soomaaliga oo gal yuu yahay hadal lacag iyo hub iyo dhaqaale iyo dhig inta siin karno waa siin leen waana siina انت هدا او قبان كرن اور كان كنعنا ميت كان لدوغنا وحبا هدا او قبان كرن ميت كونان لأسنا انت سدان او سمين كرن ارقد حسيد دي شان لامي ده اني حد تلاس عانون واباق او دير امد سومالي قفك ان انت قضب او صوشي كي قيب قاد ارقد حسيد قري هان سومالي لان وحي ترادا وحنا لدقا لما يأي لاس عانو دان ان كلينين او ارقد حسو رير اسي سي 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 انت دي حلبان دي قيب اكتين وحرير سومالي او ارقد حسو هاي حتى ايه argaxsiid kasta ku sheegan iska daa dadka Soomaalida iska daa deegaanka iska daa qof af Soomaali ku hadlay ummadii kale ee gaaladii ahayd hatta saamka ma gaalada ahayd ee nala shaqeynaysay inuu dhex jirtay ayaa aqligooda diiday in isin waligiis joogi jiray magaalada Lascaan yahay oo argaxis taa waa doqonimo qof qaadan karo bini'aadana ma jiro laakiin tan hadalkayga oo caawa ah qofka Soomaaliga oo ka qayb qaadan ama aan diin dagaal kalaas inuu argagixsiye waa taariikh meel ku qormis gudiga taasana sax gudiga ee gudoonka la saaray ee hadda aad sheegtay inaad codkooda gaarsiiseen talaabooyinka xiga aad qaadaysaan maxay tahay ana wallahi inta tabarteena waa qaadna ama baarlamaanka inaan ka hadalno inaan TV-yada tagno oo codkeena baahino inaan dhaawici daweyno inaan meedka aasano inaan beesha caalamka gaarsiino inaan Soomaalidi kala maanta waa nagu dareen dadka Soomaali khaasatan waxaan kaga hanbaliyeenaya golaha shacabka inuu nagu dareeyo ee madaxweynihii ra'iisul wasaaraha inta waa ka hadleen wasiir fiqh waa dhageysanaysa Soomaali badal oo hadasho oo siyaasiin oo culimo male oo dalka joogta dibad joogta ka hadashay waa wax dhawaaq meel fog ku dhacay buu noqday ma garatay laakiin inta aan hadal ama aaminsan dagaalkan inuu yahay mid dhexdhexaad ah waa argagixis argagixis weyn dagaalka dhexdhexaad lagama noqon karo waa yahay qofkii dhexdhexaadka noqdo oo reel asaan raacin argagixisada la yeesay reel asaan ka mid yahay waa gaag xilliban sahra dagaal haduu dhaco cidna faa'iido kuma qabto boqolaalka reel asaanood ee dhimanaysa hooyooyinka barakacay ama Ethiopia galay ama deegaanada ee barnaanka ku barakacay ilmihii iskuulada ka xirmeen dhaawacyada isbitaalada magaalada Muqdisho yaala dhibaatada idinka idin taala Soomaalilaana mid taalamida ya marxaal yiraahda haysata ma lagu kala adkaan doonaa dagaalkan hada taas aan dib ku weydiinahay adiga gurigaaga markan kugu soo weeraro oo gudaha ku jirto isaga difaacaysa adiga banaanka taagan tahay hadda banaanka ku dhimato daalimaata ila aan soo weerar hadda gudaha soo gasho ku dhimatana daalima markasta waxa daalim ah qofka dagaalka soo qaad in lagu kala adkaado waqtiga uu deynay laakiin waa dagaal xaq darro ah waa dagaal bini'aadamada ka baxsan cid allaale cid dagaalkaas u aragta in Soomaaliland iyo reer Lascaanood ay aanina garanayn meeshii la jiraa
قف كسو أرجحش دجال كنا إلا سومالي لأن دبده يقول بحدو إس سي دجال كوسعنا دقيقة شو دجال كوضب هد يقول بحان دجال كوتشوك سنة لكن لا كان بحان وسعنا هد قعدتوا ذي كوتشتا دجال كإنه تشوك سدي إنه صعب وهجاج حل من سهرع عبد الله بندق تأو كم إذا حل من هذا برلمان كفترة لك سومالي أو قيب كذا برامج كحل كشبة الأريمه الله سعنا أيان كل دول استغني